الآن نريد فرق الجهد بين طرفي المقاومة الخارجية عندما تكون شحنة المواسع تساوي نصف قيمتها العظمى. الشحنة العظمى عبارة عن 20 × 10^-6 وتساوي 10^-5. الآن الجهد الخارجي يساوي التيار الخارجي في المقاومة الخارجية، ونحن نعلم أن التيار عبارة عن دال الشين على دال الزين في المقاومة الخارجية. لإيجاد دال الشين على دال الزين نقول قاف الدال على ميم ناقص الشحنة على المواسع في المقاومة، وتساوي هنا 10^7 ناقص الشحنة التي أوجدناها قبل قليل 10^-5 على 2 × 10^-6 في المقاومة 5. ومن هنا 10^7 ناقص 10^10، ومنها بتوحيد المقامات ينتج لدينا 3^7 أمبير. إذن الجهد يساوي 3^7 أمبير في المقاومة الخارجية 5، والإجابة 15^7 وتساوي 2.15 فولت.